يقدر يسجل لك. ونزيد نقول لك انا جو كروا بلي هذا الفريق سافا اتر اون دي سيربريز تاع هذه المنافسه. نعم المولوديه لم تلعب لا امام الرجاء ولا امام الوداد، الدفاع الحسني الجديدي وليس فريقا كبيرا من هناك في المغرب وليس له ذلك التاريخ الكبير. انا سمعت عليهم محمد ان نون با دانديفيدياليتي، ما عندهمش فرديات ولكن ايزون ان بلوك، اون ايكيب كي ان بلوك كومباكت وكومبلي محمد يقدر يضرك خير من الاسماوات. عندهم كاس واحده في تاريخهم فاز معهم بنشيخه بهذه الكاس. انا اسمحوا لي اختلف معكم بانه نتيجه سلبيه لمولوديه الجزائر اليوم على ارضيه ميدانها، كان من الممكن جدا. صحيح ماجين بروشان ماتش مولوديه تربح. نقولوا نتيجه ايجابيه. تروح للمروك دير ريزلتا بيان. نقولوا نتيجه ايجابيه. مي الفوتبول هذا هو سي سي تي اليميناسيون ديريكت. وي. مي نقطك يعني كان بيعسل. كان افضل علاش قلنا ايجابيه؟ علاش لازم تفهم علاش قلنا ايجابيه؟ ماشي شو حسابيا صح انا قلت لك ضيعوا، ولكن عندما تلعب 10 محمد تلعب 10 ماهي سهله. وانت هل دخلت ب 10 مصطفى؟ ما دخلش ب 10 كانوا سيف سيف، ولكن عندما خرج الاخرين استغلوا النقص نتاع العدد محمد. سي بور سا قلنا لك خير ما خسروا اديس ايغاليزاو سي كوميم كيك شوز كي تنكوراج. هذا ما كان يعني بالنظر لظروف المباراه نعتبروها نتيجه ايجابيه. بالنظر للظروف التي اقيمت فيها كي تحب تكتب، لكن كنا نتمنى انه فريق مولوديه الجزائر لكن مصطفى كنا نتمنى انه فريق مولوديه الجزائر يبدا المنافسه بقوه هكذا حتى يخيف منافسيه، لكن مع هذا نثق في قدره المولوديه في العوده بكل قوه في المباريات القادمه والتاهل الى دور ربع النهائي من كأس رابطة أبطال إفريقيا، ولما لا إضافة النجمة الثانية لقميص المولودية. بن شبير شكرا جزيلا لك.